بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الشاهد القرآني: جاعل في الأرض خليفة. ولا زال الكلام مع القرطبي وتفسير القرطبي، لا زال الكلام في المورد الثالث الذي قال فيه أجمعت الصحابة على تقديم الصديق إلى آخره. وصلنا إلى الخطوة السادسة. أقول في الخطوة السادسة: احترموا عقولكم وإنسانيتكم يا جماعة الإرهاب والتكفير، ويا من غرر به اسألوا أنفسكم ما ذنب الشيعة، ما ذنب الشيعة، ما ذنب شيعة أهل بيت النبي عليه وعلى أهل الصلاة والسلام، وقد وجدوا حجة الدامغة الواضحة التي فيها مرضات الله تعالى، التي فيها مرضات الله تعالى وشفاعة رسوله الكريم عليه وعلى أهل الصلاة والتسليم والفوز بالجنان والنعيم، فيما لو أحسنوا العمل والاتباع بالنهج القويم لأمة الهدى عليه الصلاة والتسليم، وتبرؤوا من أمة المارقة الخوارج الضالين المضلين. فما يفعل، فماذا يفعل كل من يملك العقل والإنصاف وهو يجد دليله وحجته موجودة في كتب خصمه وخصومه فضلا عن كتبه ومصادره؟ فهل يتبع الخالق أو المخلوق؟ وهل يعصي الخالق أو المخلوق؟ فهل يتبع الخالق أو المخلوق؟ أو يعصي الخالق أو يعصي المخلوق؟ سؤال واضح وجوابه بسيط لكن يصعب التطبيق، بل ربما يستحيل التطبيق، خاصة مع مارقة الفكر والأخلاق. فأين ستكون أيها الإنسان المسلم المنصف؟ ولك الخيار مع الاحترام والتقدير، لكن التمس العذر للآخرين فلا تستخف بهم، لكن التمس العذر للآخرين فلا تستخف بهم وتخرجهم من الملة والدين. وإليكم من الحق برهان وحجة ودليل على منهج الصالحين. أليف وباء، أليف البخاري الفتن، هذا من قرآنكم، هذا من كتابكم، هذا من توراتكم، هذا من إنجيلكم، من البخاري، البخاري الفتن. عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله على عائشة وعن عائشة قال: فذكر عائشة وذكر مسيرها، أي مسير، مسير إلى معركة الجمل إلى البصرة، وقال إنها، من الذي قال؟ عمار سلام الله على عمار، قال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. التفت جيدا، الحمد لله مرت هذه الرواية من غربال المارقة وغرابيل المارقة على طول الفترات الزمنية والسلطات الحاكمة المتغيرة، مرت هذه. لماذا؟ طبعا كثير من الروايات تمر لغرض معين، وبعض الروايات تمر بسبب تضحيات الناس المخلصة من المحدثين من السنة ومن الشيعة الذين وقفوا مع الحق ونصروا الحق بما يستطيعون وبالذي يقدرون عليه. هذه مرت من غرابيل المارقة. التفت جيدا، يقول إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، هذه القضية لا إشكال فيها، ولكنها مما ابتليتم. إذن هي زوجة النبي، صحيح هي زوجة النبي في الدنيا والآخرة، ليس عندنا مشكلة في هذا، لكن هل ممكن أن تكون زوجة النبي في مقام ابتلاء للآخرين؟ نعم. يقول ولكنها مما ابتليتم، هذا أليف البخاري الفتن. باء أيضا في البخاري الفتن، البخاري كتاب الفتن، عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير، لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي عليهم السلام، أي بعث عمار وبعث الحسن عليه السلام. يقول بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي عليهم السلام، فقدم علينا الكوفة. من الراوي؟ الراوي عبد الله بن زياد الأسدي. من الراوي؟ الراوي البخاري في كتاب الفتن. يقول عبد الله، يقول فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه. لاحظ عمار سلام الله عليه لا يتقدم على الحسن عليه السلام. التفت جيدا تصرف الصحابة، من المتحدث؟ عمار. من المرسل؟
عمار، من المرسل؟ علي سلام الله عليه. إذن من الوكيل؟ من النائب عن علي؟ من المتحدث باسم علي؟ هو عمار، لكن معه الحسن عليه السلام. هل يتقدم عمار على الحسن؟ لا، يصعد الإمام الحسن سلام الله عليه إلى أعلى المنبر. يقول فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر. لاحظ، هذا هو نهج الصحابة سلام الله على الصحابة مع أهل البيت سلام الله عليهم. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الصحابة وعن أجلاء الصحابة وعن الخلفاء من الصحابة كيف هو الموقف لهم مع أهل البيت سلام الله عليهم. يقول فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله، التفت عمار يقسم يقول ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم. لاحظ العلة في الابتلاء، العلة في واقعة الجمل، العلة في موقف أم المؤمنين عائشة. ما هو؟ الله يعلم بالعلة. هنا قال عمار قال ليعلم إياه تطيعون أم هي. لاحظ، إذن هذا صحابي مرسل من أين؟ من أين؟ من علي سلام الله عليه، من صحابي. هذا صحابي وهذا صحابي في مسجد الكوفة يتحدث مع الناس مع وجود الصحابة في ذلك الوقت، يتحدث معهم ويقول ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. من هنا نقول إطاعة الله أو إطاعة المخلوق؟ إطاعة الله أم إطاعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ وهذا هو عمار سلام الله على عمار المتحدث باسم علي سلام الله على علي، يقول بأنها وضعت في محل ابتلاء لكم ليعلم إياه، ليعلم الناس، ليعلم الناس بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الابتلاء ليعلم إياه تطيعون أم هي، ليعلم أنكم تطيعون الله أو تطيعونه عائشة سلام الله على عائشة.